هنا بقى في شيء جميل، اول ما بتدخل العربية مجال الرؤية واسع جدا، انت قاعد في بحر كاشف كل الطريق، سبب ان القايم هنا صغير جدا، وحطيت لك ايه جزء ازاز بيكمل لك باقي الرؤية بتاعت الطريق. الازاز الامامي يعتبر ازاز بانوراما امامية شاملة للطريق. العربية اللي معانا النهاردة هي عربية متميزة جدا في عائلة سيارات السبع راكب في مصر، وحقيقة تميزها ما بترجعش لأنها سيارة سبع راكب، ولكن لأسباب أخرى هنتعرف عليها مع بعض في المراجعة. سيارتنا هي السيارة الـ MPV من شركة سيتروين، سيتروين C4 جراند بيكاسو، أو اسمها الجديد سيتروين C4 جراند سبيس تورر. يلا بينا. سيتروين C4 جراند بيكاسو بتأتي في مصر بفئة واحدة فقط، وعربيتنا 7 مقاعد 7 ركاب. وتوجد سيارة أخرى بمثابة أختها الصغيرة وهي سيارة سيتروين C4 بيكاسو 5 مقاعد. عوامل الأداء: طول العربية 4.60 متر، عرضها 1.82 متر، ارتفاعها 1.63 متر، قاعدة العجلات 2.84 متر، الخلوص الأرضي أقل ارتفاع عن الأرض 18 سنتيمتر، وزن السيارة فارغة 1313 كيلو جرام. حجم الشنطة الخلفية لما بتكون كراسي الصف الثاني وكراسي الصف الثالث مفتوحة 165 لتر. لما بنطوي مقاعد الصف الثالث بتبقى العربية 5 راكب، بيكون حجم الشنطة الخلفية 632 لتر. ولما بنطوي كمان مقاعد الصف الثاني في السيارة بيكون حجم تحميل الأمتعة حجم جبار 2181 لتر. محرك العربية 1600 سي سي، تحديدا 1598 سي سي، 4 اسطوانات مع شاحن توربيني، متصل بفتيس جير بوكس 6 سرعات اوتوماتيك ستيبترونيك. في منظومة بتدينا 155 حصان عند 6000 لفة في الدقيقة، وأقصى عزم 240 نيوتن متر عند 1400 لفة في الدقيقة. هنا نلاحظ أقصى عزم بيطلع عند RPM قليل 1400 لفة في الدقيقة، ده بيؤدي إلى تسارع ممتاز للسيارة من 0 ل 100 كيلومتر في الساعة في 9.8 ثانية، وأقصى سرعة للعربية 203 كيلومتر في الساعة. العربية بتستخدم بنزين أوكتان 92، متوسط استهلاك البنزين للعربية ممتاز 6.7 لتر لكل 100 كيلومتر، وسعة خزان الوقود 57 لتر. الأمان والسلامة: السيارة مجهزة ب 8 وسائد هوائية إيرباج بالطرف في الطابلو وفي قوائم السيارة، وستائر هوائية جانبية لركاب السيارة في الأمام والخلف، وفرامل مانعة للانغلاق أنتي لوك بريك سيستم ABS، برنامج الثبات الإلكتروني إلكترونيك ستابيليتي بروجرام ESP مع تراكشن كنترول، توزيع الكتروني لقوة الفرامل على العجلات الكترونيك بريك ديستريبيوشن EBD، نظام مؤزرة الفرامل للطوارئ Emergency Brake Assist EBA، الهاند بريك للسيارة، فرامل اوتوماتيكية كهربائية، نظام مساعد لصعود التلال الهيل ستارت اسيست، عجلة قيادة كهربائية يتغير ميلها لامتصاص الصدمة الأمامية، نظام ايزوفيكس لتثبيت مقاعد الأطفال، التجهيزات الخارجية: برايات ضم كهربي مدمج بها إشارات جانبية ليد، مصابيح أمامية تعمل أوتوماتيكيا بحساس إضاءة، ضوء نهاري ليد يعمل مع الكونتاكت داي تايم رانينج ليد لايتس DRL، مساحات مطر تعمل أوتوماتيكيا بحساس مطر رين سنسور، ضبط كهربي لارتفاع المصابيح الأمامية، مصابيح ضباب شبورة أمامية مع خاصية توجيه عند المنحنيات كورنرينج فانكشن، مصابيح ضباب فوق شبورة خلفية، بارات سقف لتحميل الأمتعة، مساحات مطر أوتوماتيك للزجاج الخلفي، مصابيح ليد خلفية تعطي تأثير ثلاثي الأبعاد 3D إيفكت، كاميرا خلفية مع حساسات ركن خلفي رير باركينج سنسور، جنوط رياضية 17 بوصة ثنائية لألوان 2 تون، تجهيزات الداخلية: تكييف هواء أوتوماتيك دول زون مع صندوق تبريد ثلاجة، عجل القيادة مكسوة بالجلد ومطعمة بالكروم مع أزرار مالتي فانكشن، شاشة عرض بانوراما 12 بوصة عالية التحديد هاي ديفينيشن للتحكم في وظائف السيارة، زجاج سقف بانوراما بانوراميك سانروف، برنامج ملاحة ساتلايت نافيجيشن سيستم E-MyWay، بلوتوث ومدخل USB ومدخل AUX، 4 زجاج كهرباء أوتو بلمسة واحدة مع خاصية استشعار العوائق أنتي بنش وغلق ضد عبث الأطفال، مقاعد السيارة فرش قماش فاخر، عداد سرعة ديجيتال سبيدوميتر، مثبت سرعة قابل للبرمجة بروجرامبل كروز كنترول، محدد سرعة سبيد ليميتر، تشغيل وإيقاف السيارة بدون استخدام المفتاح زر ستارت ستوب انجن، غلق سنتر لوك اوتوماتيك مع حركة السيارة اوتو لوك، عداد رحلات للسيارة مع تنبيه بمواعيد الصيانة مينتنس انديكيتور، نظام براقبة ضغط اطارات السيارة
تاير بريشر مونيتورنج سيستم تي بي ام اس، هوايات تكييف خلفيه، مساند راس لجميع مقاعد السياره، شاشه السياره تدعم التوصيل بالموبايل اندرويد اوتو وابل كار بلاي، درجين للتخزين تحت كرسي السائق وكرسي الراكب الامامي، مساند ذراع ارم ريست لمقاعد السائق والراكب الامامي، كونسول النص متحرك يمكن ازالته لزياده المساحه الاماميه، صندوق تخزين تحت ارضيه السياره امام المقعد الخلفي يسار. علامة ستر من الأمامية مدمجة مع شريطين حليتين كروم في أعلى مقدمة السيارة بالكامل، متوسط الحليتين الكروم، مصابيح الإضاءة النهارية LED Daytime Running Lights DRL، أسفل مصابيح الإضاءة النهارية مصابيح الإضاءة الأمامية غاطسة في الإكسدام الأمامي وحواليها حلية حرف L بيانو بلاك، تحت الكشافات ليفل 3 أضواء الشبورة الفوج لايت الأمامية محاطة بفريم البلاستيك ثم فريم عريض من الكروم على شكل حرف C، شبكة التهوية مقسومة لجزئين جزء علوي وجزء سفلي بفتحات تهوية كبيرة، ديفيوزر بلون العربية أسفل الإكسدام، جنوط 17 إنش مميزة بلونين توتون، علامة سيتروين في منتصف الجنط بخلفية بيانو بلاك، الفرامل الأمامية كراسية مهواة فنتليتد ديسكس وكذلك الفرامل الخلفية كراسية ديسكات، مقاس الإطارات 205 على 55، مرايات ضم كهرباء بلون السيارة وبها إشارات جانبية LED، مقابض الأبواب الخارجية بلون العربية، شراعة كبيرة مميزة من الزجاج في القايم الأمامي لزيادة مساحة الرؤية الأمامية، قوايم السيارة الأمامية متصل ببارات تحميل السقف وممتدة بطول العربية، الزجاج الجانبي الخلفي للسيارة والزجاج الخلفي تظليل فامي بدرجة خفيفة، مساحات مطر الزجاج الخلفي، كشاف الستوب الخلفي أبيض شفاف والإضاءة الحمراء من الداخل، الفوانيس الخلفية المميزة LED على شكل حرف C بتأثير ثلاثي الأبعاد 3D ومحاطة بفريم رفيع بيانو بلاك وغطاء الفوانيس شفاف والإضاءة الملونة من الداخل، بيكاسو مكتوبة بالكروم تحت الفوانيس، سنسور بارك في أسفل الإكسدام الخلفي، عواكس إنارة خلفية عريضة، ديفيوزر خلفي باللون الأسود بعرض الإكسدام وفيه حساسين من حساسات الركن الخلفي وكاميرا الركن الخلفية فوق اللوحات المعدنية على الشمال، سبويلر سقف خلفي بلون العربية، أريال العربية في بداية التلت الأخير من السقف من النوع فك وتركيب ألواز، شعار سيتروين كبير على الشنطة الخلفية من الخارج حلية كروم من الداخل بيانو بلاك وكلمة سيتروين كروم، بروفايل السيارة من الخلف شكل جديد مميز للعربية بالفانوسين على شكل حرفين سي معكوسين، العربية بتبان من الخلف انها نحيفة سليم مش عريضة على عكس الواقع من الداخل في استغلال ممتاز للمساحات، الاطار الاحتياطي السبير راكب اسفل السيارة ونظام التعليق الخلفي قضيب التوائي تورشن بيم، مساحة الشنطة الخلفية كبيرة 632 لتر عند طي المقاعد الصف الثالث لما يكون في صفين فقط من الكراسي، ودي أمثلة على الحاجات الكبيرة اللي ممكن الشنطة تشيلها بالحجم 632 لتر، إنارة الشنطة الخلفية ضوء أصفر، طريقة فرد كراسي الصف الثالث، كراسي الصف الثالث كرسيين مستقلين كل كرسي لوحده ومساحة الجلوس لا تكفي لجلوس شخصين بالغين بطريقة مستريحة، يعني ممكن أطفال لحد سن 10-12 سنة يقعدوا كويس، حجم الشنطة بعد فرد كراسي الصف الثالث 165 لتر بارتفاع عالي ممكن تشيل عجلة بيبي أو عقبتين سفر وسط أو واحدة كبيرة، وفي أماكن تخزين معقولة تحت أرضية الشنطة، يوجد كاب هولدر ومكان تخزين صغير لمقاعد الصف الثالث يمين وشمال، طريق طي مقاعد الصف الثالث، بطي مقاعد الصف الثاني والثالث تبقى عندنا مساحة رهيبة 2181 لتر، دي أمثلة على الحاجات اللي ممكن تشيلها في الحجم الكبير ده، الخلوص الأرضي أدنى ارتفاع عن الأرض 18 سنتيمتر بالورق، بس أنا شايف إن هو من منتصف السيارة المكان اللي بيخبط دايما حوالي 21 سنتيمتر والسيارة فارغة، شكل صالون السيارة مقاعد الصف الثاني 3 مقاعد منفصلة مفيش مشاكل في الجلوس، مساند رأس لجميع المقاعد، فرش السيارة قماش فاخر لونين رمادي وأسود، قاعدة الصف الثاني متحركة تنزلق للأمام والخلف لتوفير مساحة أكبر ولسهولة دخول الركاب الصف الثالث، مع رجوع مقعد السائق للخلف مسافة 7 سنتيمتر بين الأرجل وظهر الكرسي الأمامي ومسافة كبيرة فوق الرأس تصل إلى 15 سنتي،
نجرب الجلوس في النص، مكان متسع، 3 أشخاص بالغين، مفيش نفق فتيس، استقلالية لكل راكب، مسند يد مستقل لكل من السائق وراكب الأمامي. الطابلو الأمامي بسيط جدا، خالي من الأزرار تقريبا، شاشتين كبار لعدادات وبيانات السيارة وشاشة نظام معلوماتي والصوتي، تطعيمات بسيطة بيانو بلاك وسيلفر ونيكل كروم. كونسول النص مميز جدا بعدم وجود عصات فتيس وبوجود مساحة تخزينية كبيرة جدا وبأنه متحرك يمكن إزالته لزيادة المساحة بين السائق والراكب الأمامي. طارة بشكل مميز غير كاملة الاستدارة، تطعيمات على شكل حرف L نيكل كروم، زراير المالتي ميديا والبلوتوث والأوامر الصوتية، باقي زراير التحكم في الشاشة والمالتي ميديا ومثبت ومحدد السرعة. إضاءة الصالون الخلفي مستقلة يمين وشمال وإضاءة الكل في النص ليد أبيض. رفين قابلين للطي في ظهر كرسيين السائق والراكب الأمامي مع حامل أكواب لوضع الأطعمة أو المتعلقات الأخرى وجراب تخزين لكل كرسي. مقابض الأبواب الداخلية نيكل كروم وتطعيم ذراع فتح الأبواب بيانو بلاك، والأرم ريست مبطن جيدا بالقماش، وأعلى الأبواب بلاستيكات. ستائر يدوية للزجاج الخلفي بالإضافة للتظليل الفمي. 4 سماعات في الأبواب، أماكن تخزين لوضع المتعلقات أو زجاجات مياه صغيرة. فتحات هوية التكييف الخلفية في أوائم الأبواب لتوفير المساحات، وبكل فتحة تحكم مستقل في قوة المروحة. باب السائق، أزرار التحكم الكهربي في المرايات، وزرار ضم وفتح المرايات كهربائيا من الداخل من غير السنتر، أزرار التحكم الكهربي في الزجاج الأربعة أوتو، والغلق ضد عبث الأطفال. مكان تخزين صغير، والأرم ريست مبطن جيدا بالقماش. بلاستيك الباب الأمامي مكتوم شوية أفضل من الباب الخلفي. سماعات الأبواب الأمامية وأماكن تخزين كبيرة للمتعلقات وزجاجات المياه. الركوب من الأمام، كرسي سائق، فتح الباب واسعة ودخول مريح جدا. هنختبر عزل الصوت دلوقتي، احنا سامعين الأصوات اللي معانا برا، صوت الموبايلات وصوت الحاجات اللي احنا سامعينها دي. هنحاول نقفل كده دلوقتي ونسمع الصوت. الصوت مسموع على خفيف، يعني العزل مش كومبليت قوي. مرايه صالون تعطيم ذاتي ومرايه صالون صغيره اضافيه بتوريك الناس اللي قاعدين في المقاعد الخلفيه. نور القراءه الصالون الامامي، اضاءه يمين وشمال مستقله واضاءه في النص ليد ابيض. شمسات للسائق والراكب الامامي بيها مرايات ولكن بدون اضاءه. خامات فاخره وتبطين جيد جدا للطابلو. هنا الفتيس، عصايه الفتيس بقى موجوده معانا هنا خلف الطاره اعلى الطابلو، جزء من الطابلو في المكان المخصص عاده للوحه العدادات، واللي بدورها اتنقلت الى منتصف الطابلو فوق الشاشه المعلوماتيه. فتحات التكييف الوسطيه في الطابلو وضعها جيد بعيد عن الطاره المقود، وزر الفلاشر في منتصف الفتحات. ده شكل الشاشه العملاقه لبيانات السياره. شاشة 12 بوصة عالية التحديد هاي ديفينيشن بانوراما، عدادات السرعة والار بي ام فيها ديجيتال. شاشة البيانات مدمجة في الطابلو اللي بدوره مرتفع بيكون غطاء على الشاشة عشان رؤية الشاشة تبقى واضحة في كل الاوقات. ثم شاشة نظام المعلوماتي والصوتي والتحكم في التكييف. تحت الشاشة زرار الهاند بريك الكهرباء. هنا معنا 2 كاب هولدر، وبعدين معانا 2 كاب هولدر، وبعدين معانا مساحة تخزين صغيرة كونسول النص، وبعدين دي بتتقفل كده، تقفل كده، زائد ان دي ريموفابل. وبعد رفع كونسول النص بنلاقي تحتيه 2 كاب هولدر ومكان تخزين الكوينز ومكان تخزين كبير بطول كونسول النص بين الكرسيين، كرسي السائق والراكب جنبه. اماكن الايرباجز، 4 ايرباج اماميين في الطارة والطابلو والاوايم الامامية يمين وشمال، و4 ستائر هوائية جانبية. اجمالي الايرباجز 8. عجلة القيادة الطارة مكسوة بالجلد، بدلات نقل شفتات بدل شفترز خلف الطارة، درج الطابلو، مساحة تخزينية كبيرة جدا، جولة داخلية بانورامية داخل السيارة، دركسيون، الشاشة الوسطية، الابواب الامامية ثم الأبواب الخلفية والزجاج الخلفي، مساحة رؤية كبيرة جدا.
سماعات الأبواب الأمامية وأماكن تخزين كبيرة للمتعلقات وزجاجات المياه. محرك العربية 1600 سي سي 4 اسطوانات مع شاحن توربيني متصل بفتيس جير بوكس 6 سرعات اوتوماتيك ستيبترونيك. في منظومة بتدينا 155 حصان عند 6000 لفة في الدقيقة وأقصى عزم 240 نيوتن متر عند 1400 لفة في الدقيقة. محرك بقدرات كبيرة يبدو عليه التنظيم، ولكن الحيز اللي بيحتوي الموتور حيز ضيق وصغير كومباكت مضغوط، ويمكن هو ده اللي مدينا المساحة الرحبة الداخلية أو أحد الأسباب، يعني الحيز الضيق ده أو المسافة الصغيرة اللي من الإصدام لحد بداية الزجاج تقل عن متر بتأدي لصعوبة في عمليات الصيانة. علبة زر الفرامل، الباكم، البطارية، علبة فيوزات، قربة مية الرادياتير، قربة مية المساحات، عزل حراري جيد لغطاء المحرك الكبوت. تيجي هنا على الكرسي ده وعامل كده، ثم تشد هذا الشداد ده كده وتحرك الكرسي كله السلايد للأمام، وبعدين تركب. شاشة الراديو والتكييف وتحكمات السيارة، وفوقيها شاشة بيانات وعدادات السيارة. بين الدوس على الحركة ده الرؤية واسع منورة كده، أنا بجرب الفرامل بس زمان روعة زمان، احنا بنقف الوقفة النهائية المفروض انبه الاول يبان بس الـ ABS لما نوقف خالص. هل في اي مود لضبط تقل الدركسيون ولا هو اوتوماتيك؟ هو تقل ممتاز بصراحة، بس هو التقل ده لما نمشي في البطيء عاوز يبقى التركسيون خفيف. تسارع هايل والملفات كويس وتقل التركسيون كويس، توجيه تمام، والفرامل على ما يبدو مش هيبقى فيها اي مشكلة. كده جربنا الاوتوماتيك، في دي سانيلو على المانيوال كده هي تمام كده يا جماعه.
شوية يبان عليها من بره انها صغيرة، بس هي لما بتركب جوه تلاقي البراح ده واسعة من جوه، ومن جوه فيها ضخامة. وبعدين اكتر حاجة عجباني مجال الرؤية اللي انا فيه ده بصراحة، يعني بانوراما انا حاسس ان انا يعني انا اللي ماشي في الطريق مش العربية. نعتذر لعدم تثبيت الكاميرا، لم تكن معي التولز المناسبة، وكان اختبار القيادة مفاجئ، ونوعدكم بالتحسين في اختبارات القيادة الأخرى. سعر السيارة الحالي 519,800، يعني 520,000 جنيه. ضمان السيارة ألفا جروب عز العرب، ضمان 3 سنوات أو 100,000 كيلومتر. أيهما أسبق؟ سيتروين جراند بيكاسو، تصنيفها سيارة MPV مالتي بيربز فيكل، 7 راكب، 1600 سي سي تربو. السيارة اللي زيها في السوق المصري نفس التصنيف هي السيارة بروتون اكزورا، وسعرها 335,000، وممكن تجاوزا نقارنها مع سيارة 7 راكب SUV سبورت يوتيلتي فيكل، 1600 سي سي تربو، بيجو 5008، اعلى فئة، وسعرها الحالي 750,000 جنيه. اتمنى المراجعة تكون عجبتكم، وياريت تعملوا لايك وشير الفيديو في كل مكان، واكتبوا تعليقاتكم تحت الفيديو ونتناقش سوا في العربيات. وبالنسبة للناس اللي مشتركوش في القناة، ياريت يشتركوا عن طريق الضغط على سبسكرايب ويفعلوا زر الجرس عشان يوصلهم كل جديد من فيديوهاتنا اول باول حين اصدارها. ودمتم في امان الله.